السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بحضراتكم، أهلا بك همام. شكرا إيمان ومرحبا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة الأمم المتحدة بشأن ضحايا الفيضانات. بروكسل تعلن عن خطة لمساعدة إيطاليا في عمليات إعادة المهاجرين وتسهيل نقلهم. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن استهداف مصنع دبابات يستخدم لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركيف. إلى تفاصيل هذه النشرة، والبداية مع تطورات العاصفة دانيال في ليبيا. نداء استغاثة، نداء استغاثة. نفى الهلال الأحمر الليبي الحصيلة التي أوردتها الأمم المتحدة بوجود 11,300 ضحية جراء الفيضانات في مدينة درنة. واعتبر توفيق شكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أن مثل تلك التصريحات تربك الوضع لاسيما ذوي المفقودين. وصلت إلى قاعدة طبرق البحرية حاملة المروحيات المصرية المسترال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه مصر لإغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات وفقا لتوجيهات الرئيس المصري. وأفاد موفد القاهرة الإخبارية بأن حاملة المروحيات المصرية تحمل نحو 100 حاوية من المساعدات المختلفة وفرق عمل متكاملة للإغاثة الإنسانية، هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من عربات الإسعاف وغرف عمليات مجهزة ومستشفى متكامل. من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أنها سترسل 28 طنا من مساعدات الإغاثة إلى مدينة درنة الليبية لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال. وقالت المنظمة إن المساعدات تأتي استجابة للوضع الإنساني في الشرق الليبي جراء تداعيات الإعصار، مؤكدة أنها ستدعم ما يصل إلى 50,000 من المتضررين من السيول العارمة التي عاقبت العاصفة. وأضافت أن إجمالي المساعدات المتوقع إرسالها خلال هذا الأسبوع يبلغ 67 طناً. ذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة العاصفة المدمرة بلغت حتى الآن 6,142 مبنى مدمرا، منها 1,500 مبنى متضرر. وأوضح فريق الطوارئ الليبي في بيان له أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بنحو 398 مبنى. وأشار البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة قدرت بستة كيلومترات مربعة. بعد أسبوع من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا، تواصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف الضحايا والمفقودين جراء الكارثة. وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة، فتسببت في انهيار سدين بأعلى درنة، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، فتدفقت المياه الجارفة لتدمر كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، مخلفة آلاف الضحايا. ووسط الخراب الذي عم المدينة،
يجري انتشال جثث كل يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها، حيث أفادت السلطات الليبية أنها باشرت عملية تعداد الجثث التي دفن المئات منها على عجل في الأيام الأولى من الكارثة بعد التعرف على هوياتهم. وتعلن فرق الإغاثة الليبية والأجنبية يومياً العثور على جثث، لكن أطنان الوحول التي طمرت قسماً من المدينة تجعل عمليات البحث شاقة، ويضطر المسعفون في غالب الأحيان إلى إزالة الوحل بوساطة مجارف بحثاً عن الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة وإزاء جسامة الكارثة. تبقى التعبئة الدولية قوية، وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينة في بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، فيما يتواصل توافد فرق الإغاثة من منظمات دولية ودول أجنبية في محاولة لتخفيف وطأة الكارثة التي عصفت بالبلاد وفاقمت معاناة الشعب الليبي. للمزيد إذن ينضم إلينا من طرابلس السيد أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي. سيد أسامة، أهلا بك على القارة الإخبارية. كيف تسير عمليات الإنقاذ في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر، وهل لازال هناك أي فرصة أي أمل في العثور على ناجين؟ طبعا بداية العمليات مثل ما ذكرت يوم الأمس أصبحت تسير بنسق أسرع ولله الحمد، وتسير أسرع على الرغم من الانتشار الكبير للمنطقة ناهيك عن 6 كيلومترات للدمار، فهناك أيضا مناطق أخرى غير الدمار، ألا وهي المناطق التي دخلت إليها الفيضانات وخرجت على الأقل، فهي أيضا لها مكتبها ضحايا الميناء والبحر وداخل البحر. كل هذا يعني منذ قليل كان في إعلان أن حوالي كيلومترات منها من على الشاطئ هي موجودة فيها ضحايا. في هناك مناطق خارج المدينة أيضا منذ قليل تم انتشال جثمان من أحد الأودية بلدية عمر المختار. أيضا في البيضة البارح تم انتشال جثمان حتى هو بأحد الأودية في المنطقة. اتساع المنطقة يعني على الرغم من أن الفرق الدولية صراحة والمساعدات الدولية في البحث والانتشال زادت من فرص العثور على ناجين في الأيام الماضية، لكن لا أريد أن أحبط أحدا ولا أريد أن أدخل في موضوع من الممكن أن أكون سببا في إحباط أهالي المفقودين. الأعمار بيد الله وليست بيدنا، فلربما تكون هي نفخة صورة في أن يطول عمرهم تحت هذه الأنقاض. طيب، هناك إشكالية تتعلق بعدد الضحايا وربما أيضا عدد المصابين، هناك ربما تصريحات متبادلة بين الإدارة الليبية بين الأجهزة الليبية وبين الأمم المتحدة، حتى هذه اللحظة هل تم الإعلان عن حصيلة موحدة منسقة بين أجهزة الطوارئ الليبية بشأن عدد الضحايا؟ جيد، فيما يخص هو من المفترض أن وزارة الصحة هي من تعلن الرقم، لكن على ما يبدو أن هناك تضارب داخل وزارة الصحة في حد ذاتها التي في البداية أعلنت على أرقام فقط 6000 و7000 ولن تصل إلى تعود لتتحدث عن 3000 إلى 4000 والعدد قابل للزيادة طبعا في هذا الموضوع، لكن كل هذه الأرقام إلى حد الآن أرقام خاطئة، فأهل مكة أدرى بشهابها، وإن من يقومون بعمليات الدفن والمشرفون على تغسيل الموتى وتكفينهم أو من يقومون حتى بتجميعهم داخل مستشفى الوحدة هم الوحيدون الذين يعلنون هذه الأرقام، والمفترض أن تشكل هذه اللجنة وتعلن هذا الرقم بشكل صحيح، لكن أجزم أن هذه الأرقام كلها أرقام لن تكون صحيحة بسهولة، خصوصا أن فرق الانتشال متعددة، آليات الانتشال متعددة، أيضا المنطقة لم يتم مسح أي تعداد سكاني لها منذ سنة 2010 على ما أعتقد، إضافة أن من 2007 لا يوجد مخطط سكاني واضح للمدينة، لم يتم إعلان مخطط سكاني واضح للمدينة، فهناك الكثير من الأبنية العشوائية، هناك الكثير من الأبنية في وسط البلاد زي ما سموا فيها، أصبحت بدلا من الطابق أصبحت طابقين بدون الحصول على تراخيص بناء، فهذه معضلة في عملية التعداد الآن لعدد الضحايا وعدد المفقودين. طيب، فيما يتعلق بالمفقودين هناك بعض الأرقام ربما التي تتحدث عن أنهم تجاوزوا 10,000 مفقود، هل هناك أي إحصائية رسمية بعدد المفقودين؟ لا أقول عدد الضحايا، لكن من تم الإبلاغ عنهم بأنهم مفقودين؟ من تم الإبلاغ عنهم وزارة طبعا العدل هي من تعرف عدد الإبلاغ، لكن معدل البلاغات بالهاتف بلغ أكثر من 10,000 بلاغ عن مفقود. نحن بصدد جهاز إسعاف الطوارئ أن نعلن عبارة عن لينك أب أو ما يعرف اسم أبليكيشن للهواتف لينك أب فري، باش اللي عنده حد يبلغ
توصل بياناتها بالكامل، وهنحولها احنا للجهات المختصه بمعرفتنا على الاقل، بحيث ان احنا نسرع في عمليه البحث. الليله ان شاء الله حيكون اللينك موجود على موقعنا بعون الله تعالى. طيب سؤال اخير استاذ اسامه، هناك طبعا العديد من الدول التي اعلنت مساعدتها وارسال فرق طبيه وفرق انقاذ وما الى ذلك، على رأسها طبعا مصر وغيرها من الدول العربية والأوروبية. كيف تسير أو كيف يسير شكل التنسيق بين كل هذه الفرق والبعثات، ربما بعثات المساعدات التي وصلت إلى الأراضي الليبية؟ بالنسبة لكم المساعدات، يعني ابدأ من مصر وأختم بالجزائر من جانب، ابدأ من إيطاليا إلى عند إسبانيا، إنجلترا، فرنسا. أيضا امبارح كنت في تواصل مع الجالية العربية في أوروبا، على رأس الجالية العربية في إسبانيا وفي فرنسا، يريدون إرسال مساعدات بكميات يعني كبيرة، وهناك مساعدات كبيرة وصلت إلى البلد. عمليات التوزيع فقط نتيجة الربكة من هول الكارثة وخروج مواطنين من منازلهم إلى أماكن حتى غير معلومة، ولم يتم الإبلاغ رسميا أنهم اتجهوا. أيضا وجود أعداد داخلية في يعني أنت توزع إغاثة، مع وجود عمليات بحث وتنقيب في أطراف أخرى من المدينة، ومداخل المدينة أصبحت معدودة. هذا ما يربط عمليات توزيع الإغاثة، لكن كميات جيدة جدا تكفي لأهالي المدينة بشكل كامل، وبإمكاننا أن نقول أنها نسبة جيدة التي وصلت. ناهيك أيضا عن هناك قوافل، بل آلاف القوافل من المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية والجنوب الشرقي والجبل الغربي، كل ليبيا تنادت بذات القوافل. مسؤولية من هذا التنسيق؟ الدعم المحلي والدعم الدولي، الدعم المحلي والدعم الدولي كبير جدا. المشكلة فقط أو المعضلة في آلية التوزيع، نتيجة مداخل المدينة ضيقة، إن المدينة حاليا بمدخل واحد تقريبا حسب ما أعلم. أيضا لا ننسى التفرقة بين المناطق في ذات الوقت، يعني في مناطق لم يتمكنوا حتى من الدخول إليها بشكل مكثف، مثل منطقة الوردية اللي في سيول يعني ما زالت على الطريق في منطقة الوردية، وتعجز أي سيارات صغيرة من الممكن عن الدخول. هذا ما يعيق العمل فقط لا أكثر، لكن كل الإمكانيات جيدة جدا، ونشكر كل من قدم مساعدة على رأسهم الشقيقة مصر اللي كانت من المبادرين بدعم إخوانها في ليبيا طبعا، ونعزي إخواننا في مصر بمفقوديهم وضحاياهم في مدينة درنة بالطبع. الأعزاء موصول لكم وللشعب الليبي، شكرا جزيلا للأستاذ أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، كنت معنا من طرابلس. يعاني مزارعو القرى الواقعة شرق ليبيا جراء تضرر أراضيهم الزراعية وفقدان إنتاجيتها بعد إغراقها بمياه الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة دانيال. وتسببت كارثة الفيضانات في خسائر اقتصادية كبيرة في قطاعات البناء والبنية التحتية بعد انهيار آلاف المنازل والمنشآت، إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي والثروة الحيوانية. في قرية قريبة من مدينة البيضاء الغارقة بمياه الفيضانات شرق الساحل الليبي، يعاني المزارعون فقدان أراضيهم وسبل عيشهم، وبدأت ملامح الخسائر الاقتصادية الكارثية من الفيضانات التي ضربت مدن الشرق الليبي تتكشف، حيث جاء قطاع البناء والبنية التحتية في المقدمة على وقع انهيار آلاف المنازل والمنشآت، ثم تلا ذلك القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي. الأراضي سببها الانجراف السيل، هذا انجراف الوادي هذا بالكامل. لا عاد فيه تو لا طريق لا فيه ضي لا فيه مي. أنا نقصتهم لمية، ما عنديش مية. تمام، الأرض هذه تو كانت خصبة وكان تو كانت زراعية قمح شعير، تمام. أضرار مادية كلها، بشرية ما عندناش فضل من الله سبحانه وتعالى، ما عندناش بشرية. وجرفت أحياء بأكملها أو دفنت في الطين البني بعد انهيار سدين جنوب مدينة درنة الليبية في يوم 10 سبتمبر، ما أدى إلى جريان السيول من مياه الفيضانات على مجرى نهر جاف. هذا هاي فوق منه 30 نفر، 4 عائلات كانوا قاعدين يرجوا في رحمة ربي لفوق بس، وقعدت نحبيه. ماذا شوف شوف كتينة مسلح طاحتها، فقدنا الزراعة، فقدنا المية، فقدنا سياراتنا، فقدنا الدنيا كلها. لكن مع أخوتنا اللي في درنة ما رينا شيء بالكل. فاتورة ثقيلة من الأرواح البشرية وأخرى أثقل من الخسائر الاقتصادية التي لا تزال السلطات الليبية في مرحلة إحصائها، لكن المشاهد القادمة من مدن الجبل الأخضر يمكن أن تعطي صورة عن حجم الكارثة
إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 30,000 منزل تضررت بفعل السيول، ثلثها دمر بشكل كامل، إضافة إلى انهيار عدد من الجسور ودمار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وفقدان آلاف رؤوس المواشي. الآن إلى تطورات زلزال المغرب. تشارك المروحيات في عمليات إجلاء المتضررين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال. هذا وقد وفرت السلطات المغربية 4 مروحيات لإجلاء المتضررين ونقل المصابين للمستشفيات، وتعمل فرق الإغاثة في توفير المساعدات الغذائية للمحاصرين في مناطق قروية عزلتها الصخور والأحجار الضخمة عقب الزلزال. ومع مرور أكثر من أسبوع على زلزال المغرب بدأت تنكشف حجم الخسائر الهائلة الناتجة عن تلك الكارثة الطبيعية. وألقى الزلزال بظلاله على أهالي القرى المدمرة الذين باتوا يعانون الأمرين من فقدان المأوى وضياع مصادر الرزق. ترك الزلزال في المغرب عدة بلدات مدمرة بشكل كامل، لم يتبقى منها سوى شهادات موجعة يروي ساكنوها لحظات صعبة مرت، لكن آثارها لا تزال راسخة في وجدانهم وذاكرتهم. خسائر فادحة تكبدها أصحاب المتاجر في قرية تلات يعقوب ناجمة عن الزلزال الذي أدى إلى تدمير المباني في منطقة جبال الأطلس الكبير. بين الركام جلس مسن مغربي بعدما دمر الزلزال متجره في القرية ومنزله الذي كان يأوي أفراد أسرته، بينما بات أطفاله يفترشون الأرض داخل خيمة إيواء. وكان لصاحب متجر آخر قصة مماثلة، لكن على الرغم من خسارته عمله الذي دام 30 عاماً ظل ممتناً لأنه لا يزال يحتفظ بعائلته في حين فقد كثيرون آخرون عائلتهم وذويهم في الزلزال. رغم مرور أكثر من أسبوع على الزلزال القوي الذي خلف دماراً هائلاً وسوى أغلب المنازل الهشة المبنية بالطوب بالأرض، فلا يزال القرويون في تلات يعقوب يمشطون أنقاض وحطام المباني المدمرة في محاولة لإنقاذ أي ممتلكات أو طعام. ينضم إلينا للمزيد من المتابعة من الرباط الدكتور محمد كريم بخصاص الكاتب الصحفي. مرحبا بك دكتور. يعني يبدو أن هناك طبعا جهود كبيرة تقوم بها السلطات المغربية بآخر الأخبار المتعلقة بالمروحيات التي تنقل المتضررين من المناطق المنكوبة إلى المستشفيات، ما تفاصيل هذه الجهود وهذه العمليات حتى الآن بعد مرور هذه الأيام على الزلزال؟ أهلا وسهلا. هذه المروحيات تنفذ أزيد من 40 مهمة يوميا كما سبق أن أعلنت القوات المسلحة الملكية، وهي تساعد في عملية الإنقاذ وإجلاء الضحايا وأيضا إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية للجيش في سواء على مستوى إقليم الحوز في منطقة أسني تحديدا أو تارودانت، فضلا عن أنها أيضا تساهم في إنزال المساعدات من الجو في الدواوير النائية التي تضررت مسالكها الطرقية والتي تعرف وعورة في التضاريس يصعب على الوصول إليها عن طريق البر أو عن طريق الشاحنات الكبيرة. فضلا عن هذه المروحيات أيضا هناك استعمال للطائرات بدون طيار والتي تقوم بتمشيط المنطقة منذ الساعة الأولى للزلزال، وحتى اليوم حتى يوم أمس تم الوصول إلى 5 مفقودين من الرعاة الذين كانوا قد علقوا في منطقة جبلية شاسعة بين الحوز وتارودانت، وتم الوصول إليهم بفضل
يسيرون بعد عملية استغرقت أزيد من 72 ساعة. عمليا ميدانيا الجهود ما زالت متواصلة من أجل الوصول إلى نعم دكتور محمد، يعني عمليات الإنقاذ في هذه المناطق ما زالت مستمرة وفقا لحديث حضرتك. نعم بالضبط، ما زالت عملية الإنقاذ مستمرة، لم تعلن السلطات بأي شكل من الأشكال عن توقفها أو عن الوصول إلى جميع المفقودين. كل ما أعلن هو أن بعض الجماعات القروية بدأت منذ يوم أمس إزالة مخلفات الزلزال، مما يفهم منه أنه ربما انتهاء عملية الإنقاذ والوصول إلى جميع المفقودين، لكن هذه نتحدث عن جماعات قليلة، أما باقي الجماعات فما زالت عملية الإنقاذ مستمرة ومتواصلة، والمنقذون يواصلون الليلة من أجل الوصول إلى العالقين. عمليا يمكن القول إن عملية الإنقاذ ما زالت مستمرة رغم أننا ندخل الأسبوع بداية الأسبوع الثاني من وقوع الزلزال. طيب. من هم طبعا نجوا من هذه الكارثة وأصبحوا مشردين، وهناك برنامج متكامل تم الإعلان عنه من خلال طبعا الملك محمد السادس، وكان قد تم تسليط الضوء عليه، يعني متخصص أو معني بفكرة إيواء هؤلاء المشردين والطريقة التي سيتعاملون معهم بها في الأماكن التي سيذهبون إليها. ماذا عن هذا البرنامج؟ هل بدأ تطبيقه؟ بالفعل منذ يوم مساء يوم الخميس أعلن عن خطة طريق واضحة في جلسة العمل التي ترأسها الملك وحضر رئيس الحكومة وبعض الوزراء المعنيين، ومنذ ذلك الوقت أو منذ ذلك اليوم الخميس بدأ بالفعل عملية أو انطلقت عملية الإيواء، لأننا نتحدث عن الإيواء في الشق الأول ثم إعادة الإعمار للمنطقة والتي أيضا فيها خطة طريق واضحة تحتاج فقط إلى التنفيذ من جانب الحكومة بتفاصيلها الدقيقة. الآن هناك انخراط واسع في عملية الإيواء، تقريبا كل الدواوير أو جل حتى لا أقول كل بدأت عملية إيواء المتضررين في مناطق خاصة إما بدعم من الجيش أو من طرف السلطات المحلية، في خيام مجهزة بكل التجهيزات الضرورية بما فيها يعني المرافق الصحية وأيضا أماكن الطعام والإيواء وغيرها. أيضا هناك عمل من أجل نقل أو بدأ بالفعل نقل بعض الأسر إلى بعض البنايات والفضاءات الخاصة التي لم تتضرر بشكل كامل أو ما زالت صالحة وفيها شروط السلامة من أجل إيواء هؤلاء المتضررين. عملية الإيواء ستستغرق نوعا ما وقت طويل، المهم أنها ينبغي أن تكون بآليات أو بإجراءات تحفظ السلامة وتحفظ كرامة المواطنين، خصوصا أننا مقبلين على اضطرابات جوية تعرف تلك المنطقة، علما أن الأسر المتضررة وفق التعليمات الملكية ستتسلم مبلغ 3000 ما يعادل 3000 دولار خلال عملية الإيواء في انتظار انطلاق عملية الإعمار وفق دفتر تحملات واضح وفق شروط هندسية وتقنية جديدة وفق أيضا احترام خصوصية المنطقة على مستوى المعمار وعلى مستوى التراث. هذه الفكرة، أشكرك جزيل الشكر من الرباط دكتور محمد كريم بخصاص الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. هذا ونقلت مراسلة القاهرة الإخبارية عن مصادر مغربية تأكيدها انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة من الزلزال في منطقة أمزميز، وأشارت إلى بدء فرق الإنقاذ الأجنبية بالمغادرة من أمزميز بعد انتهاء مهمتهم. نحن الآن في مخيم فرق الإنقاذ في منطقة أمزميز التابعة لإقليم الحوز المغربي الذي ضربه الزلزال، ورائي هنا فرق الإنقاذ الأجنبية التي قدمت لتقدم يد العون للفرق المحلية، طبعا فرق الإنقاذ المحلية. هذا فريق قطري وقبله كان هناك فريق إماراتي، وأيضا هنا في هذا المخيم يوجد فريقين من أوروبا من إسبانيا ومن بريطانيا. هناك طبعا فرق الإنقاذ المحلية هنا، البعض منهم انطلق في عملية الإنقاذ يعني غادر منذ قليل، والبعض ما زال يستعد الآن سيغادر بعد لحظات. هنا أيضا يعني فرق القوات المسلحة التي تقدم أيضا يد العون في عمليات الإنقاذ وتساهم بشكل كبير من خلال الإمكانيات اللوجستية والبشرية. كان هناك أيضا المروحية العسكرية التي
غادرت لتساعد في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات اللازمة. هناك أيضا عمليات الإنقاذ تسير عن طريق الطائرات المسيرة التي وفرتها القوات المسلحة المغربية والتي تساهم بشكل كبير في عملية الإنقاذ. فرق الإنقاذ الذين تحدثنا إليهم بالأمس ومنذ قليل أيضا قالوا إن هناك طبعا الأمل ما زال مستمرا في العثور على ناجين تحت الإنقاذ، وإن كان أملا ضعيفا. هناك أيضا إلى جانب عمليات الإنقاذ تجري عمليات انتشال الجثث وطبعا جثث الضحايا الذين قضوا تحت الركام أو عندما ضرب الزلزال، وهناك أيضا تقديم المساعدات الطبية والمساعدات العاجلة وطوارئ لكل من يستحقها ويحتاجها من المصابين في هذا الزلزال. من مخيم فرق الإنقاذ في منطقة أمزميز المغربية، نسرين رمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر. ونتحول إلى شأن آخر، حيث أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جهاز المخابرات العراقي اعتقل شبكة إرهابية خطيرة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد. وأوضحت أن الشبكة كانت تخطط لاستهداف المواكب الحسينية ومراكز التفتيش والشرطة والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية. وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد، كما أعاقت دخول الفلسطينيين وطلبت المدارس إلى باحاته. وقامت قوات الاحتلال باعتقال شابين فلسطينيين ونشر مئات الجنود على أبواب المسجد الأقصى المبارك. أفاد مراسلنا في السودان باشتعال حريق ضخم في برج شركة أنيل للبترول في منطقة المقرن وسط العاصمة الخرطوم. أوضح مراسلنا بأن الحريق لا يزال مشتعلا ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة، فيما تتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من البرج. في شأن آخر، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعاون دول الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تشهد احتجاجات من سكانها بسبب التخطيط لبناء مخيم للمهاجرين على الجزيرة. إن ما هو على المحك هنا هو المستقبل الذي تريد أوروبا أن تحدده لنفسها، لأن مستقبل أوروبا يعتمد على قدرة أوروبا على مواجهة التحديات الضخمة الهائلة التي تنتظرنا. ومن المؤكد أن الهجرة غير الشرعية هي أحد هذه التحديات، ورئيسة المفوضية الأوروبية تعرف ذلك جيداً. ومنذ بداية عملنا وجدت أنها كانت دائماً متعاونة للغاية في هذا الصدد، وأعتقد أن هذا مهم للغاية. هذا وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة طوارئ لمساعدة إيطاليا في مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى لامبيدوزا. وتهدف الخطة إلى تحسين إدارة الوضع الراهن من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا.
نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. واشنطن تصف لقاء مستشار الأمن القومي مع وزير خارجية الصين بالبناء والمثمر. أهلا بحضراتكم مجددا. الآن نتحول إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. كشفت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصنع للدبابات كانت تستخدمه القوات الأوكرانية لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات. وأضافت أن المدفعيات الروسية دمرت نقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني ومحطتي رادار أمريكيتي الصنع في منطقتي بيشانوي وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركيف. على جانب آخر، أعلنت القوات اللجوية الأوكرانية أن الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا، أصاب منشأة زراعية هناك. وقالت القوات الجوية أن روسيا أطلقت 6 طائرات مسيرة و10 صواريخ كروز، فيما دمرت القوات الأوكرانية 6 طائرات مسيرة و6 صواريخ قبل أن تصل إلى هدفها. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب في أوكرانيا وراء زيادة التوترات الجيوسياسية. وخلال لقاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أكد غوتيريش أن زيادة تلك التوترات أسفرت عن عدم قدرة العالم على مواجهة التحديات الراهنة. تعد الحرب في أوكرانيا عاملا رئيسيا في زيادة التوترات الجيوسياسية، وتعتبر زيادة تلك التوترات سببا رئيسيا في عدم قدرتنا على مواجهة التحديات بفاعلية في الوقت الحاضر، كتغير المناخ ومخاطر الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا الجديدة التي لا يوجد لها نظام حوكمة عالمي فعال. الذكاء الاصطناعي مثال على ذلك، يمكنه أن يحقق فوائد هائلة للإنسان، ولكنه يمكن أن يكون مصدرا للمخاطر التي يجب التخفيف منها. ومن المؤسف أن العالم في الوقت الحاضر ليس متحدا في مواجهة هذه التحديات. على صعيد آخر، ذكر وزير الدفاع الكندي أن بلاده ستسهم بمبلغ 24 مليون و500 ألف دولار في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا لمساعدتها على صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة. وأضاف أن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهد بها رئيس الوزراء جاستن ترودو لكييف في يونيو الماضي. يذكر أن أوتاوا تعهدت بتقديم مساعدات تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار كندي منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، منها مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بقرابة 2 مليار دولار. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تنظر قضية رفعتها أوكرانيا إلى المحكمة بعد أيام من بدء الغزو الروسي، وترتبط بمزاعم روسية تقول إن غزو موسكو لكييف جاء بهدف منع إبادة جماعية. وتطالب روسيا بإسقاط القضية معترضة على اختصاص محكمة العدل الدولية. هذا ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 من سبتمبر إلى حيثيات القضية، إنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي. إلى الملف النووي الإيراني، حيث حث الاتحاد الأوروبي طهران على إعادة النظر في قرارها الخاص بمنع العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمكلفين بالإشراف على أنشطتها النووية.
وأعرب بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أعرب عن الشعور بالقلق إزاء قرار إيران، مؤكدا أن مثل هذه الرقابة هي جزء من الاتفاق النووي الإيراني. وصف البيت الأبيض المناقشات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا بأنها صريحة وموضوعية وبناءة. هذا ويعد اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المستويين أو المسؤولين الأمريكيين والصينيين، والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام. قال الرئيس يون سيوك يول إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا هو عمل غير قانوني وغير عادي، ويعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعديد من العقوبات الدولية الأخرى. وأكد رئيس كوريا الجنوبية أن المجتمع الدولي يجب أن يتحد بشكل أكثر قوة ردا على مثل هذه الخطوة من قبل كوريا الشمالية وروسيا. وحذر يون من أن بيونغ يانغ ستواجه نهاية النظام إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية. غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون على متن قطاره المصفح من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية. واختتم كيم بذلك زيارة للبلاد استمرت 6 أيام التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين. مستقلا قطاره الفاخر المثير للجدل، غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مدينة أرتيوم بأقصى شرق روسيا متوجها إلى الشمال، مختتما بذلك رحلته إلى روسيا التي استمرت 10 أيام. آخر ساعات الزيارة شملت جولة في الشرق الأقصى الروسي ومتحف بريمورسكي المائي بمدينة فلاديفوستوك برفقة حاكم إقليم بريمورسكي أوليك كوجيمياكو والسفير الروسي في كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا. الزيارة التي شابها الكثير من الغموض تعد أول رحلة خارجية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون منذ بداية جائحة كورونا، وشملت بطبيعة الحال محادثات مع كبار القادة الروس. فمع وزير الدفاع سيرجي شويغو بحث تعزيز التعاون والتبادل العسكري الثنائي بين بيونغ يانغ وموسكو، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وسبل تعميق التعاون بين البلدين، وتفقد مصنع طائرات عسكرية فضلا عن القاذفات الاستراتيجية الروسية، حيث أعطى كيم نظرة عن قرب على صواريخ كنجال القوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى قاذفات القنابل وجولة في فرقاطات تابعة للبحرية الروسية. ظهر كذلك في الزيارة اهتمام بشركات تصنيع الأغذية، فزار كيم عدة شركات أغذية. الزيارة تحتفي بدولتين تعلنان تقاربهما دوما حظيت باهتمام مضاعف، فبيونغ يانغ ذات الطموح الصاروخي والنووي الكبير تصنف الدولة الأكثر عزلة سياسيا في العالم، أما موسكو فيحاول الغرب عزلها إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وكما هو متوقع لم ترك الزيارة للولايات المتحدة ولا كوريا الجنوبية اللتين أكدتا أن التعاون العسكري بين البلدين يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتخاذ إجراء جديد من جانب مجلس الأمن الدولي ردا على الاستفزازات الكورية الشمالية بحد تعبيره، مشددا على أن كوريا الشمالية ستدفع الثمن في حالة تزويدها روسيا بأسلحة خلال حربها ضد أوكرانيا. في مقابل ذلك قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك مايلي إن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من الذخائر المدفعية، إلا أن ذلك قد لا يحدث فرقا كبيرا في مسار حرب أوكرانيا بحسب واشنطن. زيارة نادرة لزعيم مثير للجدل في توقيت هو الأكثر حرجا ربما منذ سنوات في الغرب، وما بين الصور واللقطات التي نشرت فما خفي في رأي الكثيرين خلف أبواب بيونغ يانغ وموسكو المشتركة المغلقة هو الأعظم.
والآن هذه وقفة مع أبرز ما نشرته الصحافة العالمية. أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية رؤية الناخبين البريطانيين حول أفضلية تشكيل حكومة يقودها حزب العمال في الانتخابات المقبلة. وأكد نحو ثلثي الخبراء الماليين على تأييدهم لوصول زعيم حزب العمل في المملكة المتحدة كير ستارمر لمنصب رئيس الوزراء. وأشار الاستطلاع أيضا إلى فشل المحافظين في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. من جانبها ألقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على دور الولايات المتحدة والصين في تنامي عمليات التجسس العالمية. تناولت الصحيفة حرب الظل بين الجانبين لمحاولة جمع معلومات استخباراتية عن خطط القادة والقدرات العسكرية. ويتسابق كلا البلدين لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الضرورية للحفاظ على التفوق العسكري والاقتصادي، فضلا عن منح وكالات التجسس الخاصة بهما قدرات جديدة. أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى تنامي خيبة أمل دول البلقان إزاء المسار السريع لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. ويشعر بعض قادة دول غرب البلقان بإحباط متزايد بسبب القفزة السريعة التي حققتها أوكرانيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما يزيد عرقلة جهودهم المستمرة منذ عقود للانضمام إلى التكتل. وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتسريع مسار عضوية 6 دول في غرب البلقان، وهي صربيا وكوسوفو والجبل الأسود وألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك. إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث كشف تقرير لمرصد الطاقة العالمية أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف العام الحالي. وأشار التقرير إلى حاجة المنطقة العربية إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز. قالت وزارة العمل الأمريكية إن الولايات المتحدة خسرت نحو 4 ملايين يوم عمل في أغسطس الماضي جراء الإضرابات في أكبر خسارة منذ عام 2000. يأتي ذلك في الوقت الذي ينظم فيه العمال في كبرى شركات صناعة السيارات بالولايات المتحدة إضراباً لرفع الأجور، الأمر الذي يهدد بتعطيل عجلة الاقتصاد. وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن إضرابات العمال في أمريكا تتزايد بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ نحو ربع قرن. في الولايات المتحدة أيضا استبعد بنك جولدمان ساكس أن يرفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل. ورجح البنك أن يرفع الفيدرالي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي في اجتماع السياسة النقدية خلال الأسبوع الجاري. وأفاد جولدمان ساكس بأن العام المقبل قد يشهد تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة الأمريكية إذا استمر التضخم في التراجع. طلب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورنراس الحكومات الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم بعد أن اقتربت تكاليف الاقتراض من الذروة. وأضاف ستورنراس أن السياسة النقدية قامت بدورها في مكافحة التضخم، وبات الأمر متروكا للسياسة المالية. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتوقع البنك استمرار التضخم المرتفع لفترة.
في أخبار رياضية، تعادل تشيلسي مع بورنموث بدون أهداف في الدوري الإنجليزي، ليواصل تشيلسي نتائجه السلبية في الدوري ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، واحتل بورنموث المركز 15 برصيد 3 نقاط فقط. في الدوري الإسباني يستضيف ريال مدريد الليلة منافسه ريال سوسيداد في الجولة 5 للليغا، ويسعى ريال للفوز واستعادة صدارة الدوري حيث يملك 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر. وسيغيب عن الريال في مباراة الليلة لاعبه فيني جونيور بسبب الإصابة. في إسبانيا أيضا فاز برشلونة على ريال بيتيس ب5 أهداف دون رد في الدوري الإسباني. جواو فيليكس سجل الهدف الأول بعد 25 دقيقة، ثم ضاعف روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بالهدف الثاني، وسجل فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 قبل أن يسجل رافينيا الهدف الرابع بعدها ب4 دقائق، وفي الدقيقة 81 اختتم جواو كانسيلو الخماسية. الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 13 نقطة فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط فقط. نهاية جولة السادسة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الهلال الأحمر الليبي في حصيلة الأمم المتحدة بشأن ضحايا الفيضانات. بروكسل تعلن عن خطة لمساعدة إيطاليا في عملية إعادة المهاجرين وتسهيل نقلهم. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن استهداف مصنع دبابات يستخدم لإصلاح المدرعات الأوكرانية في خاركيف. لمزيد من المتابعة إذن يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من أب ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.